للوقوف على آخر تطورات الوضع في المسجد الأقصى في ظل الاقتحامات المتكررة للمستوطنين الصهاينة، ووزير أمن الاحتلال إيثمار بن غفير ينضم إلينا عبر زوم من إسطنبول رئيس هيئة علماء فلسطين في الخارج الدكتور نواف تكروري. دكتور نواف، السلام عليكم. بداية، من جديد يطل علينا هذا الحدث السنوي بانتهاكاته ضد المسجد الأقصى، والآن وزير أمن الاحتلال إيثمار بن غفير يضع له عنوان، ما الرسالة التي يريد إيصالها وزير أمن الاحتلال من خلال اقتحامه باحات المسجد الأقصى؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في الحياة نهض المشاهدين جميعا والمتابعين. حقيقة يعني ليس حدثا سنويا، هذا حدث صار دوري ومتقارب. في رمضان كان، في العشرة من ذي الحجة كان، هذه الجرائم، ثم الاقتحامات مستمرة يوميا أو شبه يوميا، والكيان الصهيوني يريد أن يكون ويثبت سيادة على المسجد الأقصى المبارك، يقول لا نعترف بالأوقاف الإسلامية على المسجد الأقصى المبارك، يقول أننا أصحاب القرار في من يدخل ومن يخرج من الأقصى، يريد أن يثبت تقسيما مكانيا كما أثبت تقسيما زمانيا أو يحاول أن يثبت. والحقيقة هذه الجرائم التي يقوم بها بن غفير ليس وحده، بن غفير معه الحكومة الصهيونية، معه الكنيست الصهيوني. من قبل كان يتهم بالجنون من يكون من الكيان الصهيوني وربما يعتقل على عيون الناس. اليوم صارت قرارات حكومة وقرارات كنيست، وبكل القراءات يتخذ الكيان الصهيوني قرار الاعتداء على المسجد الأقصى المبارك. الرسالة أن المسجد الأقصى يراد تهويده على أعين الأمة وعلى أعين البشرية جمعاء، وهو يقتضي من الأمة أن تتحرك. هذا الكيان الصهيوني مأزوم في داخله، لديه من المشاكل ما هو بحاجة أن يصدرها إلى الخارج، كما أنه تتولى حكومة، لا أقول أنها الحكومة المتطرفة لأن كل حكومات متطرفة، وإنما الأشد تطرفا منذ نشأته، فهي حكومة يمينية لا ترى للمسلمين وجود في هذه الأرض. دكتور نواف تكروري، عقدتم مؤتمرا كعلماء للأمة، مؤتمر حذرتم فيه من هذه الانتهاكات، كيف وجدتم أو كيف تصفون تفاعل الأمة الإسلامية مع القضية الفلسطينية على العموم ومع قضية المسجد الأقصى المبارك على وجه خاص؟ والله يا أخي حتى نصف القول، الأمة عاطفية عندما تحدث عن القدس، حاضرة. الخطوات العملية من الأمة قاصرة، ما زالت دون المطلوب. هذا العدو يعمل ليل نهار ويمده كل الإمكانات في الغرب، ويهود العالم وأصحاب الإمكانات ورؤوس الأموال تصب فيه، والأمة حراكها عاطفي لم يبلغ مرتبة الشراكة المطلوبة في المسجد الأقصى المبارك. المسجد الأقصى ليس مسجدا فلسطينيا ولا عربيا، إنما هو مسجد الأمة، المسلمين جميعا في الأرض. نحن نجد عواطف جياشة وصدق وبكاء أحيانا، ولكن هذا غير كافي للمسجد الأقصى. مطلوب من الأمة أن تتفاعل وأن تتحرك على كل المستويات، مطلوب أن يتحرك العلماء وأن لا يكلوا وأن يحتملوا. صحيح هناك خذلان سياسي، ولكن علماء هم الذين يقودوا الأمة عندما تخذلها الحكام، وهم الذين يوجهوا مسيرتها ويدعوها بالاتجاه الصحيح. العلماء مع الأسف كثير من الأحيان يحسبوا السياسة أكثر من السياسيين، وهذه مشكلة بحد ذاتها. طيب، المسجد الأقصى يهدم، المسجد الأقصى يهود، فيحتاج هذا إلى حراك من الشعوب ومن الحكام ومن العلماء ومن رجال الأعمال ومن أصحاب الأقلام ومن كل الجهات ومن كل في موقعه، أن يحصل تفاعل أكبر من القائم. تفاعل الأمة ما زال قاصرا. طيب دكتور، في ظل استمرار الانتهاكات، إلى أي مدى يمكن أن تكون حكومة نتنياهو التي يصفها الكثير من المراقبين أنها حكومة مأزومة تريد أن تجد لنفسها مخرجا من خلال هذه الانتهاكات للتغطية على الرفض الشعبي لها، إلى أي مدى ذلك صحيح؟
نعم بالتأكيد، هي الحكومة الصهيونية عندها مشاكلها الداخلية، مظاهرات، مسائل القضاء، مسائل كثيرة عندهم فيها إشكاليات، ولكن هذه الحكومة ما زالت تملك الأغلبية في الكنيست، وهي حكومة غاية في التطرف. والحقيقة نتنياهو ربما الليكود وجهته كما تفضلت، ولكن شركاؤه في الحكم هذا قناعاتهم وهذا دينهم الذين يدينون به، يعني وهو تقوم الاتباع. بإبعاد المصلين، تقوم بتكثيف الاعتقالات ضد الفلسطينيين، ولكن المجتمع الدولي الذي دائما ما يتباهى بعناوين عريضة للإنسانية وحقوق المواطنة وحقوق الإنسان، أين المجتمع الدولي من كل ذلك؟ أخي الكريم، إذا أنت لم تعرف لنفسك حقها هوانا بها كانت على الناس أهونا. المجتمع الدولي يتعامل مع الأقوياء، ولا نبقى نضحك على أنفسنا ونغشها عندما نقول أن المجتمع الدولي سينصرنا. المجتمع الدولي منحاز إلى الكيان الصهيوني وإلى الظلم وإلى الطغيان، وإلا ما معنى كل هذه الجرائم وخلال 100 عام والكيان الصهيوني مدافع عن نفسه، والذين يصدون عن أولادهم وعن أعراضهم وعن مقدساتهم الموت إرهابيون. لذلك على الأمة أن تكون قوية، مطلوب من ساسة الأمة أن يتحركوا في المجتمع الدولي. ما الذي سيحرك المجتمع الدولي ولا يوجد ضغط من الدول العربية الممثلة والدول الإسلامية فيه؟ لا يوجد ضغط حقيقي يحملهم على التفاعل. لا شك أن المجتمع الدولي منحاز، ولكن نحن أمتنا هي التي تتحمل مسؤولية الحراك والتفعيل للعالم وللبشرية وللناس جميعا. هي التي، حكامنا الذين لم يفتحوا لشعوبهم حق التحرك والتعبير عن أنفسهم يقمعوا في بلاد كثيرة إن خرجوا من أجل الأقصى. ألا تعلم أن هناك بلاد كثيرة لا يحتاج اليهود أن ينتقدوا مسيراتها طيب ويكفي دكتور، حكامها المهمة؟ في دقيقة واحدة لو سمحت، كيف ترى رد المقاومة الفلسطينية على انتهاكات على هذه الانتهاكات باستهداف مستوطنة رامون في غلاف جنين بصاروخ؟ الشعب الفلسطيني من حقه أن يقاوم وأن يضرب هذا الكيان في كل موقع، وأقول ليس فقط في المستوطنات الموجودة في الضفة الغربية وفي غلاف غزة، في كل موطن. الذي يخرج ليقوم بعمل جهادي في تل أبيب هو صاحب حق يدافع عن حقه. عندما يهاجمني في بيتي سأهاجمه في مأمنه، وهو ليس بيته وإنما أيضا بيتي. من حقهم بالتأكيد، وهذا جهاد مبرور وأعمال مباركة، وبالتأكيد هذه الأعمال بإذن الله تعالى ستتطور. والبداية في غزة كان كثيرون يقولون عن صواريخ غزة عبث، وهي اليوم تخض مضاجع هذا الكيان، وبالتأكيد ستتطور المقاومة في الضفة الغربية أكثر وأكثر، نعم، وستمتلك المزيد بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا عبر زوم من إسطنبول رئيس هيئة علماء فلسطين في الخارج الدكتور نواف تكروري، شكرا جزيلا.